تعالوا اوريكم ازاي كلس اوف من شركة بوما وومن بيخلي رجلك من الشكل ده للشكل ده بشكل عملي خطوة بخطوة. يلا بينا، اقسم بالله ذهلت من النتيجة بجد، اداني احلى من النتيجة دي عملي. يلا يلا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة بنلبس الجلافز بتاعتنا، بنجهز رجلينا، دي رجل واحدة صاحبتي أنا اللي هعمل لها. بنحط كالس أوف، بنحط الكمية المناسبة حسب التشققات اللي انت شايفاها، بنوزعها كويس على كل الرجل، بنحاول نوزع على قد ما نقدر. وبعد كده بحط، دي أهم خطوة على فكرة، بتحط مناديل أو قطن في المنطقة اللي فيها تشققات، لو مش عندك ما تحطيش. وهنلبس كيس لمدة 5 دقايق لحد ربع ساعة، بعد ما تخلص المدة بنشيل وبنحاول ننظف كويس قوي بالفوطة عشان نشيل كل حاجة. بعد كده بنجيب مبرد الرجل، نبتدي نبرد بقى في الرجل كويس قوي عشان كل الجلد الميت يطلع معانا. بصوا شايفين طلع قد ايه، كمية كبيرة قوي. نفضل بقى نبرد 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 لحد ما نطلع كل البلاوي من الرجل. وبعدين شفتوا اللي احنا عملناه، هنعمله مرة تانية. بصوا كده الرجل نطفت قوي، بس هنعمل مرة تانية عشان لسه في بعض التشققات الصغيرة نضمن انها تروح تماما وتمشي. فبنعمل ايه، بنحط كمية تانية وبنوزعها، وبنحط مناديل وكيس برضو مرة تانية 5 دقايق وبنشيلها، وبنبتدي نبرد مرة تاني. وبكده هتضمني ان كل الجلد الميت طلع معاكي. شايفين شكله عامل ازاي؟ يا نهاري يا خرابي، بصوا شايفين كمية الجلد الميت عاملة ازاي. طبعا دي مش الرجل خالص اللي كانت في اول الفيديو نهائي، صح؟ بعد كده نبتدي مرحلة الترطيب بال3 حاجات دول، السكراب والكريم والسيروم. بنحط سكراب على رجل مبلولة، وبعد ما بنخلص مثلا بنفضل حركات دائرية 5 دقايق او دقيقتين، بنغسلها كويس، بنجيب الكريم بتاعنا اللي هو اصلا بزبدة الشيا، بيدي ترطيب عالي جدا للرجل. بعد ما نخلص ترطيب بنحط السيروم، دي اخر خطوة كده، رجلك رجعت بيبي. لو عملتي الحاجات دي كلها مرة في الاسبوع او مرة كل 10 ايام، مش هتحتاجي تروحي صالون ابدا طول حياتك. شايفين ده شكل الرجل، انا عاملاها بنفسي وفي البيت. باي باي.